les verbes du premier groupe apparaissent المجموعة الأولى اللي هي آخرها ER. Example, travailler, اشتغل. Travailler, اشتغل. وأنا حاطة لك شرطة تحت الـ ER دي. Arriver, يصل. Arriver, يصل. Acheter, يشتري. نفس الحروف بالفرنسي أنا بالعربي عشان ما تنساهاش. Acheter, يشتري. Aimer, يحب. Aimer, يحب. Jouer, يلعب. Jouer, يلعب. Habiter, يسكن. الأش دي مش منطقة عشان جاي بعديها حرف الفاير. Habiter, يسكن. وهكذا منهم فيربات كتير بالمنظر. طيب هاخد أول فيرب كمثال هشوف أنا بعمله إزاي. هشيل الـ R دي كلها وأحط بدلها E مع جو عشان ما تنساش أهو الـ E والـ E. مع جو آخرها E يبقى الفيرب آخره E. مع تو آخره S يبقى جو ترافاي أنا أشتغل. Tu travailles, أنت بتشتغل أو أنت بتشتغلي. طالما عرفنا معنى الفيرب إيه أصلا في الانفينيتيف والضمائر معناها إيه بعرف أركب ده مع ده. Il travaille هو بيشتغل. Elle travaille هي بتشتغل. On travaille إحنا بنشتغل. طبعا الـ E دي زيها زي مع الـ je. Nous travaillons إحنا بنشتغل. هنا الفيرب آخر ONS عشان ما تنسوش الـ ONS دي أنا جايباها من القناة أهي من النون الـ O والN والS يبقى أصبح في الآخر حطيت ONS. الفو أي فيرب مع الفو بيبقى آخره إيه زاد بس دي في حاجات مختلفة عنهم فبتاخد لها حاجات تانية. إيل أفك إس وإل أفك إس خافاي آخرها إي إل تي. ممكن أقول إيل وإل بس خافاي. طيب عايزة أحط كيستيون بقى. أو ترافايي فو يعني حضرتك بتشتغل فين؟ هقول جو ترافاي أ. سألت السؤال بفو بجاوب بجو. طب هصرف أنا الفيرب على حسب الجو. جو ترافاي أ. الأ دي معناها في أو إلى. بتيجي قبل العواصم أو المحافظات. ألكسندري، مينيا، لوكسور، أسوان، بورسعيد، باريس، إسماعيلية، سويس. طيب ممكن حاجة كمان هقول جو ترافاي أن. الأن دي معناها في أو إلى بتيجي قبل الدول والقارات وخصوصا الدول اللي هي بتبتدي بحرف إيه؟ فويل. عندك إيجيبت، أمريك، إيطالي، فرنسا وهكذا. طيب أو أبيتو أين أنت تسكن؟ هقول طبعا التو دي في السؤال بقى هحولها برضو لجو. هقول جابيت او. الاو بقى دي معناها في او الى برضو بتيجي قبل الدول المذكره. اوكير قاهره، سيناي سينا، فيوم، ليبان لبنان، مغرب المغرب. طيب او اريف تيل او او اريف تيل اين يصل هو او اين تصل هي. في حرف التي هنا انا حطاه عشان افصل حروف الفويال من بعض ما بين الاو وما بين الاي. خلاص او اريف تيل يعني اين هو يصل او بدل الاي حطيت ال. طب طالما سالت السؤال بايه بجاوب بايه. سالت السؤال بال بجاوب بال وده الحرف الوحيد اللي بيتحط وبيتحط في الكيستيون فقط مفيش اي حرف تاني بيتحط بداله هو ده. ان اريف او كلوب هو هيصل ايه في النادي. فيرب سابيلي معناه يسمى او يدعى برضه بيعتبر اخره ايه اخر من البريمير جروب مجموعه اولى. طيب هنا الاس اقصاف مع الجو تحولت لام اقصاف. جو مابيل انا اسمي، تو تابيل انت اسمك. الفيرب ده بيعتبر فيرب ذو ضميرين هناخده ان شاء الله بالتفصيل في ثالثه اعدادي. جو مابيل انا اسمي، تو تابيل انت اسمك او انت اسمك. ايل سابيل هو اسمه، ال سابيل هي اسمها. يبقى الاس اقصاف دي اللي في المصدر مع الجو اتحولت ام اقصاف، مع التو اتحولت لتي اقصاف، مع الايل والال فضلت زي ما هي. النو كمان نو وحط في الاخر او ان اس يبقى نو موزا بلان. فو فو زابلي الفو معاها فو وايل وال سابيل اس ابوستروف هنا زيها زي المفرد. طيب احط السؤال عن الاسم كومون تو تابيل ما اسمك انت. ممكن احط تو هنا ممكن احطها في الاخر. اقول كومون تابيل تو. كومون تابيل تو. كومون دي معناها كيف او ما. الاجابه هتكون جو مابيل وتقول اسمك. طيب عايزه اقول حضرتك اسمك ايه بقى. Comment vous appelez-vous؟ Comment vous appelez-vous يعني ما اسم حضرتك؟ هنا نطقت حرف الزد ليه؟ علشان الفو دي اخرها حرف كونسون والفيرب اول حرف فايل فبنطق حرف الزد. بقول comment vous appelez-vous أو comment vous vous appelez؟ يعني ممكن احط اثنين فو ورا بعض. هقول je m'appelle وهقول ايه اسمي. طيب عايز اقول اسم هو او اسمها هي. Comment s'appelle-t-il؟ كمان سابيل تيل لو بسأل السؤال بإيل بجاوب بإيل. هقول إيل سابيل علي مثلا.
كمان سابيل تال، او هي اسمها ايه؟ بقول ال سابيل مونا، هي اسمها مونا. طب نيجي بقى الفيرب بقى ليه معناه يذهب. الفيرب ده يعتبر مش من البريمي جروب، يعتبر من التوازيان جروب، يعني مجموعه ثالثه، ملوش قاعده في التصريف. طيب هقول جو في، انا اذهب. تو فا، انت تذهب او انت تذهبي. Il va، هو يذهب. Elle va، هي تذهب. On va، نحن نذهب. Nous allons، نحن نذهب. Vous allez، أنتم أو أنتن أو حضرتك أو حضرتك. Il va و elle va. طيب verb être عنا يكون، هقول je suis، tu es، il، elle، on est، nous sommes، vous êtes، il، elle sont. وأنا قلت لك تاني، طالما أنا عرفت الفعل في المصدر اسمه إيه والضمائر معناها إيه، فبترجم انا الفيرب على حسب ايه الضمائر. فيرب فعل معناه يمارس او يفعل. هقول جو في، تو في، ايل، ال، اون في، نو فيزون، فو فات. خلي بالكم من فو فات دي عشان ما اخدهاش اذا